السلام عليكم متتبعي قناه ام حسام الامل المتنوعه، كديري لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير والاحوال طيبه، دائما نلقاكم بافضل الاحوال. بالنسبه لفيديو ان شاء الله غيكون واحد رشمه بالتركي، كنطلبها مني واحد الاخت على المانساجر. كاينين جوج رشامي اخرين تما غنخدمهم، باغا الطريقه ديالهم، وبديت بهذه اللي بالعقيق. ان شاء الله مازال جوج رشمات اخرين كيف ما قلت. هذه الرشمه كبداية مهم، نتمنى من الله تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تستافدوا. ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليه بالاعجاب، ولا عند شي تساؤل تخليه لي في التعليق، ومرحبا بالجميع. هاد التركي هذا العبار ديالها فيها شي 5 سنتيم يمكن، ولا فيها 5 سنتيم بالحساب 5 سنتيم. هذه ممكن كنديروها في جلابه مسدوده من القدام، تكون جلابه مسدوده مخيطه، وكنديروا واحد 3 ولا 4 في نص الطوق، ولا لتحت كنهبطوا مثلا بشي بحال مثلا هاد الشكيل هذا بالعقيق، ولا تكون شي حاجه اللي زوينه. وسميتو اولا ممكن يجي في الصدر، يجي من جوج جوي، من جهه اليمين ومن جهه اليسار، يجيو شي 3 ولا 4 من هنا و 3 اولا 4 من الجهه الاخرى، باش كيكون الشكل ديالها زوين. دابا باش ما نطولش عليكم غادي نوريكم التقنيه، لانه كتشد شويه ديال الوقت. كبدايه غادي نبداو بهذا الاطار، هذا هو الاول الاطار، راني غادا عندي فيه 9 المربعات، غير هو المربعات راني ما خيداهمش في المربع الكبير. انا درت الكانفا باش تساعد علينا في الحساب، ما يبقاش عندنا داك المشكل ديال هذه ما جاتش قد هذه ولا شي حاجه، داكشي علاش انا درت الكانفا باش تجي الخدمه سهله وما تاخذش منكم مجهود كبير، لا من ناحيه العينين او لا من ناحيه الوقت. المهم غادي نبداو، غادي نجي لهنا. انا راني ديجا درت هذا باش نسهل الماموريه شويه. غنجي عندي كنخدم، انا ما غنخدمش في هذوك المربعات اللي في الوسط، غنخدم في المربعات الرقاق باش كيعطيني داك الكارو كبير. نجي نديرها ونقز هذا المربع ونضرب في هذا، هذوك المربعات الكبار غيبقاو لي جوج الوسط، أربعة يعني جوج في الجهه. نكبر الصوره باش تبان لكم الطريقه. نوريكم الطريقه، دابا كنجي لهنا لهذا المربع الصغير، هذوك المربعات بربع كنخليهم في الوسط، كنمشي بهذه الطريقه هذه ونعاود نرجع باش كتجيني ساهله الخدمه. هكا عندي 9 ديال المربعات، يعني 9 دقيقات، و 9 المربعات تنحسبوهم من هاد القناه. الوسطهم عندي 7، يعني بهادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كيكونوا 9 ديال لي كارو. ملي كنجي كنضرب هنا في هاد القنت هادي، دابا نولي نجي هكا باش غادي نمشي. دابا مشيت هكا وغادا نرجع وعنعاد نمشي وغادا نرجع عاوتاني هنايا، يعني من بديت من غادا نرجع باش كيعطيني داك المربع مقاد، باش ما يكونش عندي تخرميزه كما كيقولوا لتحت، تبقى لي الخدمه نقيه. حد الخيوطه
خدمت بهم في الذهبي، خدمت بهم ومازال مبرسطيني لتحت. هاهو كما كتشوفوا كنديروا داك الكارو، دوك القناص باش كيجي عندنا الكارو كبير على حساب حنا حيت غنديروا فيه عقيقه. تمام فيتو مشان نجي نضرب في هاد القنت اللي فيه العقيق. دابا نجي هنا نرجع هنايا، نمشي لهنا باش نمشي لفوق هاكا باش يعطيني داك المربع. دابا نرجع هنا ونهبط هناك. انا ساليت هنايا. دابا غنجي نخلي 4 من هنا و 4 من هنا ونجي الوسطاني اللي هي التاسعه في الوسط. 4 من هنا هاي 1 2 3 4 1 2 3 4 غتبقى لي هذه هي هذه. غنخلي هاد المربع هنا ونهبط لهذا باش غندير هادو اللي في الوسط ونمشي نيشان. كنمشي في هاد القنت اللي هابطه نيشان بحال اللي كندير بحال مثلث ماشي مثلث بحال هكا واحد القويس. نجي نخلي ثاني مربع في الهبطه ونجي للثاني باش ندير اللون الثاني هو اللي مدخلين في الرشمه اللي هو الصفر. لاحظت شو ها هي. نجي عاوتاني نخلي هذه ونهبط حنا ها هي حنا نعاود نركبها تفصلوا عاد فاش تبداو الخدمه ديالكم. ها هي دابا غندير نجي لهنا ندير هاد الخيوطه كل وحده انفاس مع لون. هاد الصفر غندير مع الصفر وهذا غندير مع هذا. كنجي لهنا فين عندي هاد القنت ديال هاد المربع وغادي نجي ناخذها هادي مع هاد القنت ديال هاد المربع. عندي هنا ثلاثه المربعات يعني غيكونوا عندي ثلاثه خيوط. ها هو نجي ناخذ هنا في هاد القنت نضرب هنا في هاد المربع حيت عندي نفس الضربه فيه. نعاود نجي نطلع هنا للفوق والخيط يكون مجبد ويكون مبروم مزيان. هذا راه مبروم على 4 ومبروم مزيان. جينا هنا وتجبدوا المرمى الخدمه باش تجيكم الخدمه مزيانه. ها هما الا لاحظتوا
هاد القناه بجوج كنضرب في نفس المربع، ولكن هاد الاخرى كنضربها في داك من عند المربع لعند هذاك لهنايا لهاد المثلث هذا. انا يعمر دابا ندير خيط جديد باش نعمر. درت غير هذا، نعاود ندير الصفر اللي عندي هنا في التحت باش نكمل بها الزواقه، وعاش غنبداو ان شاء الله في الزواق ديال التركي. دابا غدا نجي ندير اللون صفر، نجي لهنا انا حيت غادي نتبع على هذا المربع هذا، نجي لهنا بحال هكا باش نزوق. ندير خط في البرتقالي في هذاك اللون الحمامر ولون الذهبي. ها هو نجي لهذا المربع الكبير الخاوي اللي خليت، ها هو نخدم بيدي بجوج باش نربح الوقت بحال هكا بحال هكا. هاهو هاهو. هنايا انا غندير حجرة اختا، غنجيب حتى المنتصف، لكن غندير حجرة باش تعطي منظر زوين الرشمه. صافي انا ساليت، غادي نعقدها. دابا غادي نجي هنا نطلع في القنت هنا. هنا راه لاحظتوا انا استعملت البره المردومه، حيدت هذيك ديال الراندا اللي كنت كنخدم بها. كتستعملوا هذه البره المردومه ديال التركي، ما عندهاش الراس باش ملي كندخلوها ما كيتشدش لنا في الحرير، ولكن خاص الحرير يكون مبروم. كنجي نخشي تحت من هذا حبل، ها هو، وهذا نخلي البره فوق منه، وهذا تحت منه، وهذا فوق منه، وهذا تحت منه، وهذا الاخر غتكون فوق منه. كنجي هذا اللي فوق منه ها هو الاخر، كنجي نهز من تحت منه، نعاود هذه فوق منه باش كيولي عندنا واحد مره الفوق مره لتحت، مره الفوق مره لتحت. وغادي ها هو كنعمرو عادي. تعمرها حتى كتوصلوها للاخر. ندير الخدمه هادو راه كيفما قلت لكم كيجيو ثلاثه حدا بعضهم مساميين، والقد يا اما في نص الطوق بوحدو، يا اما في سميتو، يا اما في جناب بجوج، كتجي حتى وحده في الكم. ممكن الا درتوهم في جناب، في جناب ديال الجلابه ولا ديال القندوره، وبغيتو ديروا فيهم شوشات ديروهم. ديك التحتانيه الطرفانيه دار فيها شوشه تجي زوينه. هاد البره كتسهل عليكم، ما كتشش لكم في الحرير، ولكن اللي معاون اكثر هو ان الحرير مبروم مزيان. فيها التركي كيتحتاج البريم مزيان، وكيتحتاج في الخدمه تكونوا مزيرين وما تكونش الخدمه مرخيه باش كتجيكم الخدمه مزيانه. كنخدموا حنا ما عندناش مشكل ديال راه تبعنا الخدمه ولا هنا. لاحظتوا بحال هكا مازال خاصني نعمر. دابا تقريبا عمرات نخلي هادي، دابا هادي غنخليها، وهادي غيجيني ها هو تحت منها، يعني غتولي البره الفوق، وهادي تحت منها، وهادي الفوق، وغادي نقص عاوتاني هنا.
تو كان فرصة سهلة باش تحيد، لأنه غير باش كتساعدنا في العبار باش من فرصوش على رأسنا أكثر. داكشي علاش أنا كنستعمل الكانفا اللي بغيتو ديرو تونس. هذا ماشي كلهم طبعا، ولكن هاد التونسي صراحة كي هاد الكانفا كتسهل الخدمة ديال التركي. كيبقاو لينا غير هاد جوج كنبقاو نمشيو نجو فيهم حتى تقريبا كنعمرو الخدمة ديالنا بحال هكا صافي. ملي كنعمرو كنجيو نضربو البرا هنايا في الوسط باش ما يجيش عندنا عيب ان راه هابطين تما. صافي بحال هكا انا غنخدم هذيك الاخرى في الذهبي، وغتجي هاد الطريقة هاد العقيقة بحال هكا. دابا نوريكم الطريقة ديال تثبيت العقيق. كنجي كندير برا وخيط، خيط يكون على اربعة، انا درت هذا غير على جوج، تخدمت بيه في الاول لانه غير شونتيو الاخت باش تفهم الطريقة. ها هو نجي كنطلع في هذا المربع الكبير ديال الكانفا، كنركب عقيقة كنعاود نضربها في هذا المربع الكبير. دائما الكانفا حاولوا تضربوا في البلاصة اللي فيها الثوب الخوة باش ملي تحيدوا الكانفا ما تجرش لكم الخيط ديال الخدمه، باش تكون ساهله. نعم هكا ساهله الطريقه ديالو، كيشد الوقت بصراحه ولكن ما فيش ديك الصعوبه. بحال هكا انايا غادي نكمل ونرجع معكم. ايوا المهم هذه هي النتيجه النهائيه ملي كنساليو الوريضات ديالنا كاملين، نديرو العقيقه في الشكل اللي بغينا. صراحه كنت غنحيد معكم الكانفا ولكن غادي تشد لي وقت طويل. التحيه ديالي راه كيفما ديجا كنت شاركت معكم قبل، كتمشيو فحال هكا، ولكن ملي كنجيو للبلاصه هنا اللي عندنا في الخدمه كنجرو فحال هكا، كنجرو ماشي كنطرو. المهم هذا هو فيديو اليوم، نتمنى من الله يعجبكم، ما تبخلوش عليه بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وشكرا على المتابعه.